محمد الشياب، أنس سمير محمد، آيات محمود خريسات، أيمن أحمد سعدية، حلا سمير خضر، رولا عوني عوايدة، سحر أحمد الباعوري، فاطمة غاز الجنور، نريمان سائل فواعير، نوار محمود طه، نور عادل الحلو، أريج ناصر الزعبي، أسيل عوني الدعباس، آمال عدنان منصور، أماني إبراهيم الجمال، تالا نبيل الجابري، حلا محمد إبراهيم، حنين باسم دايد، داليا محمد الوهداني، راية كامل اليازجين، روان علي الفاعوري، عمر عادل الطراوي، خلود إبراهيم العفيشات، دعاء يحيى ضيف الله، رزان أنور علوة، رعد محمد قادان، رندا محمد الشوابكة، رنين عيسى عاصي، روان أنور علوة، عامر نبيل جمشوب، غفران علي العدوان، فاطمة خلدون الخرابشة، فتحية علي السقار، ليلى ناصر لبزو، نسرين عماد بدران، هديل خليل أمارة عبد الهادي نصور، أمل أحمد العصفور، براءة أحمد البخيت، براءة سالم المحاربة، براءة محمد الشيش، بكر خالد الحسن، تسليم ناصر أبو سليم، حنين هارون أبو غريس، خلود أحمد الزعبي، دانا ياسر أبو سل، دينا عدنان إبداح، رؤى حسين خليل، رابعة موسى الشيبي، رزان الرياضيات، شعبي، آلاء محمد العمايلي، تمارا محمد البرقدار، شروق نادر حتى، ربيح، منى خالد السليحات، نسرين شاكر المناصير، وعد سليمان الرشيدي، يوسف ماهر محمد، أسماء عودي الأطرم، أميني أحمد أبو الحسنى، حنين فتحي خريسات، دعاء فايق فروشة، رحمة خليف المناصير، رنين نواف البكار، زينب محمد التويلة، سجع عبد الكريم النجار، عبد الله كامل الهقيان، لبنى محمد الجماعين، مرام محمد الخوالدي، مروءة حسين الأقطش، ملك محمود الحياري، نور عبد الكريم الشهاب، وفاء محمد حسن، دنيا علي الزعبي. أيها الحفل الكريم، سعدنا وإياكم بتخريج طلبة هاتين الكليتين الأنيقتين، مبارك تخرجهم ومبارك لأهاليهم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.